منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أيها الإخوة الصائمون والأخوات الصائمات أحيي الجميع بتحية الإسلام في أرض الجزائر ولكل مسلم من أبناء الجالية المسلمة الجزائرية وغيرها في كل العالم الإسلامي الحبيب. أحيي الجميع فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع هذا السؤال في هذا اليوم المبارك نستمع إليه ثم نجيب بحول الله سبحانه وتعالى وعونه. السلام عليكم ورحمة الله. اخوكم من اليمن وبمناسبه شهر رمضان نسلم على الشيخ موسى ونوجه له سؤال ما معنى ليله القدر وما افضل الدعاء فيها وشكرا لك شيخنا شكرا للشعب الجزائري لي وحي سؤال لو ان بسم الله الرحمن الرحيم حي الله شعب اليمن وحي الله هذا الاخ اليمني بين اهله في بلاد الجزائر المضيافه وأهلا وسهلا بك أنت وإخوانك من أبناء الجالية اليمنية عندنا في أرض المليون ونصف مليون شهيد إنما المؤمنون إخوة أيها السائل الكريم سألت عن عظيم سألت عن ليلة القدر نزلت سورة كاملة قال فيها سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة سماها بالليلة المباركة وسماها بليله القدر فما معنى القدر ايها الاخوه القدر هو الشرف والمكانه وسميت ليله القدر لمكانه ما نزل وهو القران ومكانه المنزل وهو الله عز وجل ومكانه من نزل بالقران وهو جبريل ومكانه المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم ومكانه الامه التي نزل فيها وهو القران نزل في امه الاسلام ثم مكانه الايام وهو شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وسميت ليله القدر لمكانتها وشرفها وقدرها عند الله عز وجل فهي خير في العباده من الف شهر في قدرها وسموها وعظم الاجر الذي ياخذه المؤمن اذا ما احيا هذه الليله ويكفيها شرفا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم قال: من قام ليلة القدر أي أن ليلة القدر خصت من الليالي ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات سميت ليلة القدر لأن الملائكة تضيق بها الطرقات والقدر جاءت بمعنى الضيق وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أي الضيق الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفي ايه الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يقدر بمعنى يضيق قالوا فالملائكه تتنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر فجاء المعنى بمعنى تضيق الطرقات والبيوت والمساجد والدنيا برمتها بعمار بيت الله وبالملائكه الذين يشهدون ليله القدر. اذا ليله القدر ليله ذات شرف نزلت بقران ذي شرف او في بقران ذي شرف على نبي ذا شرف في امه ذات شرف وهذا فضل عظيم لهذا ايها الاخوه الاكارم خصوصيه لامه الاسلام. وكأن أعمار الأمة الإسلامية أقصر من غيرها وهذا ما ذكره القرطبي حين ذكر كلاما للإمام مالك قال نظر الله عز وجل لأعمار أمة محمد فهي من أقصر الأمم أعمارا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين قليل من يجاوزه فكأن الله وهو الأعلم بمراده بارك لنا وعوضنا وتدارك لنا فيما كان من قصر العمر وسبحان الله ليلة بألف شهر يعني أكثر من 83 عام هذا خير عظيم يا سعادة من أدرك ليلة القدر الأمر الآخر قال السائل ما هو الدعاء المستحب هذا السؤال سألته السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ماذا أقول؟ ما هو الدعاء الأفضل إذا أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفُ عني، ونحن نقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفُ عنا يا ربنا، اللهم أعفُ عنا في ليلة القدر وفي العشر الأواخر وفي العشر الأوائل وفي كل رمضان وفي كل السنة يا رب العالمين، اللهم عفوك الذي نرجوه يا رب رب العالمين، اللهم ما انا نسألك مغفرة قبل الذنب وبعد الذنب، وثباتا قبل الموت وعند الموت يا رب العالمين، والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزاناً ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام